المستور يخرج صلى الله عليه وسلم فامل عالم الظهور نورا فاق كل نور واعرف الحق حكمه على من اتم الله عليه من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال